السلام عليكم. عندي لكم قصة لشاب اسمه عبد الله من أهل المدينة المنورة. عبد الله عنده 4 خوات، 3 أكبر منه وواحدة أصغر منه. المهم عبد الله بعد ما تخرج من الثانوية أبوه قال له: يا ولدي روح التحق في العسكرية. قال له: تم يا يبا. وفعلا سجل في العسكرية وتوظف وفرزوه في منطقة أبوك وصار يداوم هناك. ولأنه ما يقدر ينزل إلى المدينة المنورة كل يوم لبعد المسافة، يعني مسافة ما هي بسيطة، فاستأجر شقة بسيطة جدا وإيجارها يعني على قد الحال، ينزل للمدينة المنورة عند أهله أمه وأبوه وخواته في عطلة نهاية الأسبوع فقط أو في الإجازات الطويلة. وأثناء وجوده هناك تعرف على مجموعة من الزملاء، أصدقاء في العمل، اللي منهم يعزمه، اللي منهم بعد ما يخلص يعني فترة دوامه يمر عليه يتسامروا مع بعض وكذا. تعرف على شاب من أصدقائه وزملائه اسمه صالح. صالح من أهل تبوك نفسها. فصالح صار كل فترة يعزم عبد الله، بما أن عبد الله أهله بعيد وكذا، قال: تعال يا عبد الله، ايش جالس بروحك في الشقه؟ ولا تعال مر علينا، اجلس معانا في الديوان، احنا طالعين الشباب، عندنا مناسبه، عندنا كذا. وصار فعلا عبد الله ينبسط على الروحة يعني عند صالح واهل صالح، ناس اجاويد ومحترمين. فتوطدت العلاقه بين صالح وعبد الله. عبد الله تعرف على اسره صالح بالكامل، يعني اخوانه وعيال عمه وجماعته وكذا. وكذلك صالح مرتاح جدا لعبد الله. المهم يوم من الايام عبد الله بينزل في الاجازه بيروح عند اهله في المدينه، فيبي يعني يضيف صالح، يعني مستحي منه ومن محرج يعني من كثر ما كان يعزمه ويضيفه. فقال: يا صالح، ليش ما تجي معاي المدينة المنورة، مدينة رسول الله، وتزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها تجي تتعرف على أسرتي وجماعتي وكذا، ونضيفك ونكرمك. المهم بعد ضغوطات قال له صالح: أنا أبد ما عندي مانع. وفعلا تخاووا هم الاثنين وراحوا للمدينة المنورة. وتكررت زيارة صالح برفقة عبد الله للمدينة عند أسرة عبد الله نفسه. وقام يعرف صالح يعني وضع عبد الله، وإن عنده 4 خوات، وإن عنده كذا. فلحبه لعبد الله، ولأنه هو فعلا يعني مقبل على موضوع الزواج، فقال: أنا ما أجد أفضل من هالعائلة الطيبة وصديقي، ومن خلال احتكاكه فيه يعني عرف أنهم ناس محافظين. في يوم من الأيام فاتح عبد الله في الموضوع، قال: يا عبد الله، يعني أنا اللي عرفت أن عندك خوات، الله يستر عليهم ويخليهم لك وتفرحون فيهم، وأنا رجل يعني أبحث عن امرأة بتزوج يعني، وما ألقى أفضل منكم أناسبكم، فايش رايك؟ فعبد الله قال: والله ونعم فيك يا صالح، من عائلة معروفة وناس أجاويد، وأنا أعرفك شخصيا إنسان خلوق وأجودي، أبد أنا ما عندي مانع. قال: زين، يعني الزيارة الجاية لا رحت معاك، فاتح أبوك في الموضوع ووالدتك؟ قال: أبد، وأبوي يعرفك يا صالح، يعني شافك أكثر من مرة ومرتاح لك. قال: أوكي. فعلا في احد الاجازات صالح مع عبد الله رجعوا للمدينه، وعبد الله فاتح ابوه في الموضوع، قال: والله يسع المبارك، صالح من عائله طيبه، وهو انسان بين عليه خلوق، وانسان معتمد على نفسه، وموظف واموره طيبه، ابد ما عندنا مانع، خلاص يجي بهله ويسع المبارك. عبد الله قال حق صالح، قال: يا صالح، الحمد لله موافقين ومبدئيا طبعا، فالآن لازم يكون الأمر رسمي وفق للعادات والتقاليد والأصول، جيبها لك أبوك جماعتك كذا، والتقدم بشكل رسمي. صالح قال: يا
عبد الله اسمعني، اول شيء قبل ان نخلي الامور رسميه، انا يعني عفوا يعني سامحني يا عبد الله، انا ما شفت اختك يعني الى الان، يعني الكبيره اللي بكبري يعني بعمري وكذا، ف وشرعا يجوز لي الرؤيه الشرعيه. قال لي صح، فقال له يعني ابي اشوفها على الاقل يعني، وهذه رؤية شرعية وما فيها شيء. وقال والله صح كلامك ما فيها شيء، فخلنا نكلم الوالد بما ان احنا الى الان موجودين في المدينة. عبد الله فعلا كلم ابوه، قال له يا يبا صالح ما عنده مانع بيجيب اهله واموره طيبة وكذا، لكن طلب طلب، وانا اعتقد انه من حقه، يقول انا ابي اشوف الرؤية الشرعية يعني ابي اشوفها عجبتني البنت ولا ما عجبتني وكذا. قال أبو والله يا ولدي هالكلام هذا ما يمشي معي، أنا ما عندي سافة رؤية شرعية، يبي يتزوج يجيب خواته يجيب أمه يشوفونها ويقولوا له أنها حلوة ولا مو حلوة، مناسبة ولا مو مناسبة، كيف معاد. أما أنه هو يشوفها لا والله. قال يا يبا ترى رؤية شرعية. قال أدري بس أنا مو مجبر، أنا ما أبي، أنا رجل ما أحب هالسالفة هذه. يا يبا ما يصير. قال والله ما يبي يروح يشوف اللي تخليه يشوفها رؤية شرعية، احنا ما عندنا رؤية شرعية، يبي يبي ما يبي طق راسه بالحيط. رجع عبد الله حق صالح، قال يا صالح والله ابوي رافض موضوع الرؤية الشرعية، وترى احنا يعني عندنا شوي عادات والى الان بتمسكين فيها، ويعني الناس يعني ما يبي يقول لناس يعني احنا متشددين وكذا، خصوصا في موضوع العادات. صالح قال ما يا عبد الله انا ابي اناسبكم وانا احبك واحب العائله هذه وانا رجل شريف وانا نيتي سليمه وما عندي. قال ادري بس ابوي رافض. قال تدري شلون؟ والله لانك صديقي ومثل اخوي انا بحاول. ويروح عبد الله لوالدته، قال يا يمه الرجال ناوي الزواج وانا عندي 4 خوات وانا والله ودي يتزوجون، واتمنى لهم لما يعني احد بيتزوجهم يجي واحد مثل صالح اعرفه واعرف اخلاقه، رجال محترم وما يتطوف يا يمه. وانا صراحه يعني ودي اسهل الموضوع. قالت له شلون؟ قال الولد يبي يشوف الرؤيه الشرعيه، يبي يشوف البنت وهذا حقه، لكن ابوي انت عارف النظام نظام القديم وما يرضى بهالامور. قالت له زين وانا شنو بيدي؟ يعني مستحيل اكسر كلام ابوك. قال يا يمه اسمعيني، كلمي اختي، اذا وافقت اخلي صالح يجي اكون انا موجود وانتي واختي وهو يشوفها رؤيه شرعيه وما فيها شيء، ترى احنا ما قاعد نسوي شيء غلط، اعجبته اعجبته ما اعجبته خلاص يعني يا دار ما دخلك شر، بس بدون ما يدري ابوي. قالت له والله انت يا عبد الله ترى تلعب بالنار، انت تدري ابوك والله لو يدري يسوي فينا وما يسوي. قال يا يمه احنا مسوين شيء غلط، ترى موضوع عادي وسليم والناس الحين وعت وصار عندها ثقافه في هالموضوع هذا، وهذا حقه ما يصير، انا لو بتزوج والله ما ارضى اتزوج الا اشوفه. قالت له خلاص خلاص انتظر اليوم الفلاني، ابوك طالع شغل رايح للرياض وممكن يطول، خلاص جيب صالح فيها اليوم هذا وأكون أنا موجودة وأختك موجودة وأنت موجود ويشوفها الرؤية الشرعية النظرة الشرعية هذه. قال أوكي. وفعلا وينسقون لما أبوه سافر للرياض طيب طول هناك ويجيب صالح ويجلس في هذا، وتدخل عاد أمه معاها أخته ويشوفها وكذا، وخلصوا يعني من هالجلسة ومشوا توكلوا على الله. صالح قال لي يلا يا، طبعا صالح طالع محرج وشايف البنت وعليه علامات الحياة وكذا، وهذا شيء طبيعي انه يعني بعد ما يروح يبلغ عبد الله ايش اللي صار، وبعدين هو له حرية الاختيار عجبته ولا ما عجبته. لكن صالح يوم راح ما جاب سيرة للموضوع، يعني لا قال حق عبد الله والله عجبتني ولا ما عجبتني ولا يا عبد الله سامحني وسموح من اللي صار وكذا وما في نصيب، يعني ما عطاه خبر. وعبد الله ما يقدر يعني يقول حق الولد ها عجبتك، يعني ما يصير ذوقيا
انه يسكت كيفه، هو يبي ولا ما يبي كيفه، هذا سكت وهذا سكت. صحيح ان عبد الله حزت في خاطره، وخصوصا ان هذا صديق عمره، المفروض انه يكون بينهم الصراحه، وانه يفاتحون بعض في المواضيع حتى لو كانت محرجه. انت صديق عمر يعني، ما انت انسان غريب. لكن يوم شاف عبد الله انه صالح ما هو راضي يفتح الموضوع سكت، فصار يشوفه فقط في الدوام، حتى ان صالح سحب نفسه من علاقته من عبد الله. عبد الله مستغرب، هذا ايش فيه؟ ايش صاير؟ يعني هو شنو اللي شافه عشان والله حتى علاقته فيني يقطعها؟ ما تعجبه اختي، ما يشوف شر يعني، الله يرزق ان شاء الله بافضل منها، لكن ليش قاطعني وليش تغير 180 درجة؟ ليش؟ اللي صاير؟ وتروح الأيام وتجي الأيام، ويوم الأيام يجي واحد من الزملاء إلى عبد الله، قال عبد الله بيك الموضوع، هلا حياك الله، هلا تفضل. قال أنا عندي موضوع، شوي الموضوع حساس، لكن أرجو أنك ما تزعل، وأنا من حبي لك بقول لك الموضوع. قال له شنو؟ تكلم ابن حلال. قال أنت تعرف صالح؟ قال إيش فيه؟ قال يا أخي كل ما جلسنا مع بعض إحنا ومجموعة من الزملاء يجيب لنا طاري إن أنت عرضت عليه إنك تزوجة أختك. قال نعم. قال إيه والله. ليش يعني يا عبد الله؟ وإحنا صراحة أخذينا عليك فكرة إن واحد يعرض على الثاني يقول تعال. قال لا والله، هو اللي يعني كان يزورني أول في المدينة ودار إن عندي أخوات، وقال لي أنا يعني بتقدم على سنة الله ورسوله، وهذا اللي صار. قال والله يا عبد الله أقسم بالله إنه يقول إن يوم شافها أنت خليتوه يشوفها النظرة الشرعية، صح؟ قال لي نعم. قال يقول أنا يوم شفتها يعني انسدت نفسي. قلنا له ليش؟ ما هي حلوة؟ قال لا والله تشابه أخوها عبد الله. وينصدم عبد الله، يقول ما هي أول مرة، كل ما جلسنا قاعد يسولف ويضحك على الموقف، يقول عبد الله لكن بدون شنب. أو عبد الله ينجن ويروح ذاك اليوم عبد الله حق واحد من اللي يجلسون كذلك مع صالح، وحلفه وقال أنا أسألك بالله هل يوم تكل؟ قال لي نعم فعلا تكلم عليك وعلى موضوع أنه كان بيتزوج أختك. وقال وش قال عن أختي؟ قال والله قال أنها تشابه أخوها. ويأخذ عبد الله سلاحه ويروح لصالح أو يطلق عليه النار أو يقتله. المهم تم إلقاء القبض على عبد الله، وأهل صالح ما هم راضين يتنازلون أبدا، ويتم تنفيذ حكم القصاص في عبد الله. القصة واضحة والنصيحة واضحة فيها. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.